أسعد الله مساءكم بكل خير مشاهدينا، وأهلا بكم لمرافقتنا حلقة جديدة من برنامجكم اليومي السلطة الرابعة. العناوين الرئيسة في لوموند الفرنسية: محمود عباس، إذا فقد الشعب الفلسطيني الأمل بالسلام فقد يلجأ إلى خيارات أخرى. ومن دورية التايم: على الدول الأوروبية استقبال المهاجرين لتفادي مشاكل اجتماعية خطيرة. بداية نتعرف وإياكم على العناوين الأخرى التي جاءت في صدارة الصفحات الأولى بدءا من الصحف الأمريكية نيويورك تايمز: ملايين العاطلين في أمريكا قد يواجهون سنوات من البطالة. وفي الواشنطن بوست: انخفاض مبيعات وجبات الإفطار السريعة مع ارتفاع أعداد العاطلين عن العمل. والآن وقفة مع عناوين الصحف الفرنسية طلعتنا بالتالي: لوموند، محمود عباس يخشى من عودة دوامة العنف. ومن لو جورنال دو ديمونش: 60% من الفرنسيين خائفون من تنامي أعمال العنف في المدارس. أجوردوي: انتحار فرنسي في سجنه متهم بارتكاب جرائم قتل. ماذا عن عناوين الصحف البريطانية نتعرف على التالي منها؟ ساندي تايمز: جهاز الاستخبارات البريطاني يواجه مزاعم تعذيب جديدة. ومن الأوبزيرفر: أقاويل عن سوء معاملة رئيس الحكومة البريطانية لموظفي مكتبه. من الاندبندنت اون ساندي نقرأ التالي: أكاذيب في إشارة إلى نفي رئيس الحكومة البريطانية لمزاعم سوء معاملته لموظفي مكتبه. والآن جولة مشاهدينا على الأخبار المنوعة، نبدأها من صحيفة الميل أون ساندي التي يبدو أن عدسة مصورها رصدت خاتما في يد جون كريغ بطل فيلم جيمس بوند وهو يمشي مع صديقته ساسوكي ميتشل، الأمر الذي دفع الصحيفة إلى التكهن بأن رابط زواج غير معلن قد توج علاقتهما الحميمة والمستمرة منذ أكثر من 6 أعوام. نبقى مع صحيفة ذاتها والتي أشارت إلى أن عارضة الأزياء العالمية نايومي كامبل تعتزم السفر إلى هايتي للاطلاع عن كثب على طريقة إنفاق المساعدات البريطانية على المتضررين من الزلزال، وذلك بناء على نصيحة من صديقتها سارة براون زوجة رئيس الوزراء البريطاني. أما صحيفة الأوبزيرفر فقد تابعت خبر تكريم الناشطة السياسية والممثلة الشهيرة فانيسا ريدغريف هذا المساء في لندن، حيث سيسلمها الأمير ويليام شهادة تكريم من مهرجان بافتا السينمائي، بالرغم من مطالبتها بتحويل النظام الملكي في بريطانيا إلى نظام جمهوري.